بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، محاضرتنا لهذا اليوم عن الكريفايس كوروجين. يعتبر الكريفايس كوروجين هو شكل من أشكال التآكل الموضعي، ينتج عن ترسب الأوساخ والغبار والطين والرواسب على السطح المعدني، أو سبب آخر هو وجود فراغات وثغرات وتجاويف بين الأسطح المعدنية المجاورة. شرط مهم لحدوث الكريفايس كوروجين هو تشكيل خلية تهوية بين المعدنين. عادة ما يرتبط هذا النوع بأحجام صغيرة من المحاليل الراكدة، وإن أسباب وجود هذا النوع من أنواع التآكل هو وجود مساحات ضيقة بين معدنين أو بين معدن وغير معدن، أو وجود تشققات أو تجاويف على أسطح المعادن، ترسب كائنات حية، أو ترسب الأوساخ والأطيان ورواسب أخرى على سطح المعدن. إن آلية الكريفايس كوروجين معقدة للغاية، ولذلك فإن معظم الآلية تعتمد على نوع معين من الخلايا التركيب، وهي عبارة عن اختلاف في الأيونات المعدنية بين الشق والخارج المعدن، وبذلك تتكون خلية التآكل. تصبح المنطقة ذات التركيب المعدني المنخفض هي الأنود، والأخرى تعتبر هي كاثود. يؤدي التركيز العالي للأكسجين على السطح الخارجي للشق والتركيز الأكسجين المنخفض داخل الشق إلى إنشاء خلية تهوية، مما يؤدي إلى تكوين الكريفايس كوروجين. حتمثل الآلية على النحو التالي: أولاً، الأنود أي معدن معين رمز M، ويكون تفاعله كما في المعادلة التالية. أما الأكسجين يعتبر هو الكاثود الموجود خارج الشق. بعد مرور بعض الوقت يتم استهلاك الأكسجين في الشق، ولكن تركيز الأكسجين عند الكاثود أي في خارج الشق يبقى دون تغيير، وبالتالي تستمر عملية التفاعل. داخل الشق تستمر التفاعلات التالية في الحدود، كل من الكروم والحديد وتكوين الكلوريدات. يحدث التحلل المائي لهذه الكلوريدات على الفور، مما ينتج عنه إنتاج الحامض داخل الكريفايس. يزيد التحلل المائي من مستوى الحموضة في داخل الشق، لأن تبادل بين سطح المعدن والشق يعتمد على شكل الشق الذي يؤدي إلى خلق ظروف حامضية في داخل الكريفايس. نفسرها حسب هذه المعادلات: مثلا أيون المعدن مع أيون الكلور بوجود الماء سوف يعطينا هيدروكسيد المعدن مع حامض الهيدروكلوريك، وفي حالة الفولاذ المقاوم للصدأ، هذه المعادلات اللي راح تتكون، نستطيع ملاحظة أن الحامض يتكون داخل الشقوق، وقد تصل قيمة الـ pH إلى 1 داخل الشق. بمجرد تكوين الحامض، العملية تستمر حتى يتوقف التفاعل. العوامل التي تؤثر على الكريفايس كوروجين هي: أولاً، نوع الشق، يعني ما إذا كان الشق بين معدن ومعدن، أو بين معدن أو غير معدن، أو يعتمد على نمو بحري مثل الكائنات الحية البحرية التي تنمو على سطح المعدن. من المهم معرفة ما إذا كانت العوامل التي تؤثر على الشق من صنع الإنسان أو من الطبيعة، من أجل اختيار الطرق المناسبة للوقاية منها. أما مكونات السبيكة، من المهم معرفة ما إذا كانت السبيكة من النوع المقاوم للكريفايس كوروجين أم لا. ثالثا، تعتمد على خصائص الباسيف فوم، أن نوعية الفوم المتكون مهم جدا، حيث يؤدي إلى انهيار الفوم إلى ظهور الكريفايس كوروجين. ورابعا، شكل الشق، تعتمد الكريفايس كوروجين حجمه على عمق الشق وعرض الفجوة، وكذلك عدد الشقوق ونسبة الشق الخارجي إلى الشق الداخلي. وهناك عوامل أخرى أيضا نعتمدها في الكريفايس كوروجين، منها تأثير درجة الحرارة ومكونات المحلول وانتقال الكتلة داخل وخارج الشق، وكذلك الأكسجين. حتى نقلل الكريفايس كوروجين، هذه الطرق يجب أن نتبعها. أولا، يتم استخدام المفاصل الملحومة بدلا من المفاصل المثبتة في المعدات. ثانيا، غلق الشقوق في المفاصل عن طريق اللحام. ثالثا، التصميم يكون للصرف الكامل وتجنب الزوايا الحادة والمناطق الراكدة. رابعا، فحص المعدات وإزالة الرواسب بشكل متكرر. خامسا، نقوم بإزالة المواد الصلبة العالقة في وقت مبكر من العمليات. سادسا، نقوم بإزالة المواد الرطبة أثناء عمليات الإغلاق الطويلة. سابعا، توفير بيئة موحدة. ثامنا، اللحام يكون بدلا من الرولينج في صفائح الأنابيب.